اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، احييكم انا ماجد حميد وحلقه جديده من برنامج الانتخابات العراقيه 2021. يرتبط محورنا اليوم بجزء من الحلقه الثانيه التي كانت عن حرب الذباب الالكتروني جنود مجهولون بالنيابه عن الاحزاب. خلال الساعات الماضيه اعلن مجلس القضاء الاعلى عن الاطاحه بمجموعه السيده الخضراء المدعومه ماليا من اطراف سياسيه معروفه، حيث لعبت هذه المجموعه دورا سلبيا في بث الشائعات والتسقيط وهددت الامن الانتخابي ونزاهه عمليه الانتخابات بحسب بيان المجلس. وموضوع حلقة اليوم هو المال السياسي في الانتخابات ورقة الأحزاب الكبيرة أمام الصغيرة. عدم تكافؤ الفرص هو أقل ما يمكن وصفه في التنافس الانتخابي بين مرشحي تشرين ومرشحي الأحزاب التقليدية، حيث يسيطر المال السياسي الذي توظفه تلك الأحزاب لصالحها مع كل انتخابات تجري في العراق، وهذه الانتخابات بشكل خاص. البرلمان الذي شرع قانون الانتخابات الجديد غابت عنه أو غيب عن قصد التشريعات التي تسأل الأحزاب عن مصدر تمويلها، مما جعل هذه الأحزاب تؤسس امبراطوريات مالية تؤثر في سير الانتخابات عن طريق السيطرة على الدعاية الإعلامية أو من خلال تمويل السلاح المنفلت. في عمليات الاقتراع السابقة كان المال السياسي من أبرز عوامل اجتذاب الناخبين، خاصة في المدن الفقيرة والمعدومة، فتبليط شارع ما أو الحصول على مبلغ مالي بسيط أو سلعة منزلية أو وعد بتوظيف هو أقصى ما يمكنهم الحصول عليه. يرى مراقبون أن المال السياسي هو السلاح الأخطر الذي استخدم في عمليات اغتيال الناشطين، وهو القادر على شراء جزء من رأي عام من خلال برنامج حواري أو مقطع فيديو ممول يحقق مشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حاجة العديد من الناس لخدمة ما، وهو السبب الرئيسي الذي دفع ببعض قوى تشرين لإعلان انسحابها من الانتخابات. وللنقاش في محور حلقة اليوم معنا هنا في الاستوديو الدكتور جابر جابري، عضو البرلمان الأسبق والقيادي في تحالف تقدم، وكذلك السيد رحيم صيهود الدراجي الأمين العام لحركة كفا والمرشح عن الدائرة السابعة في العاصمة بغداد، ومعنا أيضا المرشح المستقل سجا عماد البياتي عن محافظة صلاح الدين الدائرة الثانية. أهلا بكم جميعا. حقيقة اليوم كان هناك حدث مهم في العاصمة العراقية بغداد، هو اجتماع قمة بغداد وبحضور عدد من الأطراف، وتطرق البيان الختامي إلى الانتخابات العراقية، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة وعملية الاقتراع، والتأكيد على المراقبة الدولية. أول شيء دكتور جابر، كيف تصف مؤتمر القمة اليوم، وخاصة بما تطرق إليه إلى الانتخابات العراقية، وكيف من الممكن أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك استاذ ماجد، وشكرا لقناتكم الكريمه، ومساء الخير على كافه المشاهدين لقناه العربيه الحدث. مثل ما تعرف اليوم كان هناك حدث، الحقيقه حدث مهم، وتفتقد العاصمه العراقيه من زمان بان تلتئم كافه يعني معظم القاده المؤثرين في المنطقه، يتقدمهم الرئيس الفرنسي ماكرون. مثل ما نعرف احنا فرنسا هي دولة مؤثرة في عضو مجلس الأمن، وتعتبر هي وألمانيا من يقودون الاتحاد الأوروبي، فهاي علامة إيجابية كبيرة تحسب لدولة الرئيس الكاظمي في استطاعته أن يجمع هذا الكم المؤثر من الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن للحضور إلى بغداد ومناقشة التعاون والشراكة مع العراق. نعم. على العراقيين جميعا والأحزاب السياسية والكتل السياسية أن تظهر التعاون وتعضد عنوان المؤتمر التعاون والشراكة، وتحقق ما تستطيع تحقيقه من توصيات المؤتمر. نعم، يعني من ضمن التوصيات موضوع الانتخابات. موضوع الانتخابات بالتأكيد. تدري يعني الحقيقة الآن العالم كله ينظر على هذه الانتخابات كمفصل مهم في تاريخ الحياة السياسية العراقية والعملية السياسية الجديدة. أنا قبل أسابيع كنت في واشنطن، وكانت لدي لقاءات، الكل متخوف من نتائج الانتخابات، يريدون انتخابات أن
أن تتحقق الانتخابات في موعدها كما وعدت الحكومة العراقية، وأعتقد الآن أصبحت الانتخابات واقع، ويعني يوم 10/10 الكل الآن أعلنت مشاركته بعد ما أعلن السيد مقتدى الصدر بالأمس بأنه راح يشارك. فالآن معظم الكتل السياسية راح تشارك بالانتخابات، علينا أن نظهر ونثبت للعالم بأنه هناك شفافية في الانتخابات، هناك تغيير في عقلية المواطن العراقي، في عقلية الأحزاب السياسية العراقية، وهي أن تعتمد على تعطي الحرية للمواطن في اختيار من يريد اختياره لتمثيله في الأربع سنوات القادمة، عدم الضغط على المواطن عن طريق المال السياسي مثل ما تفضلت، أو عن طريق الترغيب بوظائف غير موجودة في الموازنة، أو عن طريق ما يحدث الآن من وعود غير قابلة للتحقيق. أريد المواطن يعيد ثقته بالسياسة العراقي. الآن هناك الكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم بالسياسة العراقي، لأنه السياسة العراقي دائما يوعد وما يحقق أكثر الوعود مالته. السيد الدراج، يعني كما تعرف يعني موضوع الانتخابات المبكرة وجاء بعد تضحيات تشرين، سقوط العديد من القتلى، الأمم المتحدة في العرض اللي قدمته لمجلس الأمن ممثلة الأمم المتحدة في العراق تحدثت أن هناك أضعاف المراقبين سيكون لمراقبة هذه الانتخابات. بيان اليوم، بيان قمة بغداد، يؤكد على دعم الجهود العراقية في موضوع الانتخابات النيابية والرقابة والنزاهة. يعني واحدة من يعني مربوط الأمر في عنوان حلقة اليوم من التخوفات واستخدام المال السياسي. أول، كيف تنظر إلى القمة وأيضا الحديث عن الانتخابات في البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ ماجد ولضيوفك ولمشاهدي قناة العربية الحدث. الحقيقة اليوم التأكيد على موضوع نزاهة الانتخابات وشفافية الانتخابات نابع من قضيتين. القضية الأولى هو ظاهرا هناك انعدام ثقة واضح بالانتخابات السابقة، لأن الانتخابات السابقة شهدت تزوير كبير. لذلك الآن نشوف قسم من المجتمع الدولي والدول اليوم المجتمعة لديها مخاوف كبيرة من أن تكون هنالك انتخابات ليس بالمستوى المطلوب. وإحنا إن شاء الله أملنا كبير بالمفوضية الجديدة الآن أن تكون هنالك انتخابات نزيهة وشفافة. القضية الثانية اللي جعلت اليوم المجتمعين يأكدون على أن تكون هناك انتخابات لوجود صراع بين إرادتين في داخل العراق. الإرادة الأولى هي التي تطالب بحقوقها المشروعة، واللي هي بنفس الوقت متذمرة من أداء الطبقة السياسية على مدار 18 سنة، والإرادة الثانية التي سرقت المال العام ودمرت البلاد والعباد. وهذا الصراع الآن بين هذه الإرادتين، أنا أعتقد أنه الفاصل كما يعتقد كثير من العراقيين أن الفاصل بين هذه الإرادتين هو الانتخابات. الانتخابات لابد أن تكون ذاهبة إلى التحقيق الإصلاحي والتغيير، لأن اليوم احنا عندنا أزمة سياسية، عندنا انعدام ثقة بالعملية الانتخابية، عندنا حقبة طويلة في إدارة الدولة من الفساد والفشل. لذلك اليوم العراقيين اليوم مطالبين بصناعة برلمان عراقي يمثل إرادة المواطن العراقي، لا يمثل إرادة الفاسدين أو إرادة أصحاب المال السياسي الذي سوف نتحدث عنه في أثناء الحلقة. يعني لديكم ارتياح من التأكيد على نزاهة والشفافية. بس أكو قضية يعني أريد أكد عليها. اللي هي بالوقت اللي إحنا يعني اليوم كل العراقيين يطمحون إلى أصلاح والتغيير، هنالك تحذير أنا من قناتكم أريد أكرره، أكدت علي المرجعية إنه هذا التحذير إنه الانتخابات التي لا تحقق التغيير والإصلاح سوف تكلف الجميع ثمنا باهظا. بالفعل. بل ستندم عليه الأحزاب الماسكة بالسلطة. تدري ماذا أستاذ ماجد؟ لأن العراقيين بعد يرفضون تكرار الفشل، ويرفضون أن تكون أموالهم عرضة للسراق،
وأن ينتشر هذا الفساد بهذه الطريقة في مؤسساتهم. نعم، يعني سيدة البياتي، أنت كمرشحة مستقلة كيف تنظرين إلى التأكيد على نزاهة وشفافية هذه الانتخابات؟ كما أشار السيد الدراجي، المرجعية الدينية بالفعل إذا لم تكن هذه الانتخابات نزيهة وشفافة، إذا نحن أمام مظاهرات جديدة، أمام يعني توتر موجود على الساحة العراقية، لذلك الكل يؤكد على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة. هل لديكم ارتياح من مقررات مؤتمر قمة بغداد وكذلك حديث الأمم المتحدة في العراق عن زيادة عدد المراقبين في هذه الانتخابات؟ بداية مرحبا لجميع المشاهدين وللضيوف الكرام. شلون يكون عندنا انتخابات نزيهة في ظل وجود السلاح المنفلت والأحزاب الموجودة بكل المناطق العراقية؟ فأني كمستقلة نازلة انتخابات مستقلة وكأصغر عمرا من المرشحين والمرشحات، شلون راح أحقق إنجاز أو أوصل مرحلة، أو شلون راح يكون عندي ارتياح من كم هائل من انعقاد مؤتمرات وقوانين وأمور كثيرة بالسياسة إذا أنا عندي سلاح منفلت وأمور تخص المنطقة؟ نعم، إذا أنت متخوفة من ذلك، ما الذي دفعك إذا للترشيح؟ أوكي، أنا نزلت للانتخابات تمام، غير يكون عندي لما إحنا طالبنا في مظاهرات تشرين انتخابات مبكرة، إبعاد الأحزاب عن الانتخابات وقوانين ذاك الوقت، نقاط كثيرة طالبناها، زين ما حققنا ولا نقطة من هاي المطالب، شلون إحنا راح نبدي؟ راح تأخرت الانتخابات، موعد الانتخاب تأخر، يعني صار حالة حال انتخابات نفس الموعد أو بأقل بكم شهر. ثانيا ما حققنا مطالب اللي طالبناه، اللي هو إبعاد المسلحين والأحزاب المسلحة عن الانتخابات. بس على القليل يكون هناك حضور دولي مثل ما أشار الدكتور جابر بحضور فرنسا وهي عضو دائم في مجلس الأمين، ويؤكد البيان الختامي على النزاهة، يعني على القليل يعني مريح للمستقلين، أليس كذلك؟ أوكي، ممكن جدا، بس كيف نحقق؟ احنا نريد تحقيق، يعني إنجاز نريد، ما نريد بس كلام. هذا الحديث مع المفوضية عن آلية الإنجاز، وكذلك هناك كما تعرفين لجنة عليا للأمن الانتخابي. الدكتور جابر، يعني كما أشرت عنوان الحلقة واليوم المال السياسي، قبل أيام ظهر بيان من مجلس القضاء الأعلى يكشف عن دور للمال السياسي في عملية تجنيد شبكات تعمل على عملية التسقيط السياسي، عرفت بالسيدة الخضراء هذه المجموعة التي اعتقلت من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتم إظهار بطاقات انتخابية وأجهزة لعملية التصويت الانتخابي. كيف تنظرون إلى استخدام هكذا أدوات من قبل بعض الكتل السياسية في عملية التسقيط السياسي؟ نحن أمام مال سياسي يشارك في الدعاية الانتخابية، وربما هذا مشروع، لكن كميات هذا ربما المفروض المفوضية يتحددها، لكن أن يكون هناك مال سياسي يدعو إلى التسقيط، يدعو إلى حمل السلاح، يدعو إلى التشهير، كيف تنظرون إلى هذا التطور الخطير؟ الحقيقة أنا من شفت البيان وشفت الفيديوهات وهذا، يعني أصبت بالصدمة أولاً، لأن أكو هكذا عقول مشاركة في العملية السياسية وتدعو في العلن إلى إصلاح العملية السياسية وإلى الحد من عمليات الفساد وغير ذلك، وتدعو إلى الشفافية في الانتخابات، وفي نفس الوقت يعني أجهزة المخابرات وأجهزة الدولة تكتشف بأنه موجود لديهم وفي مكاتبهم ورش كاملة للتزوير. يعني الحقيقة هذا شيء مؤسف على الأحزاب السياسية. ماذا تقول للشباب الذي ظهر وتظاهر من أجل الإصلاح ومن أجل التغيير ومن أجل شفافية الانتخابات؟ ماذا تقول له عندما يرى هكذا فيديو؟ كيف تقنع الناخب بالمشاركة في الانتخابات وأنت لديك هكذا ظواهر من قادة في الحياة السياسية العراقية؟ الحقيقة هذا على الدولة أن لا تتساهل في هكذا ظواهر. يعني هل من الممكن أن يذهب القضاء الأعلى في توصيات إذا ما اكتملت التحقيقات واستبعاد المرشحين أو الكتل التي تقف وراء المجموعة التي اعتقلت؟ أنا أعتقد على القضاء أن يمارس مهماته بدون أي ضغوط من أي جهة سياسية كانت. القضاء العراقي الآن على المحك، أما أن يظهر
مصداقيتها والتي نعرفها جيدا والمشهور فيها في المنطقة، وألا سيكون هناك ألف علامة استفهام على القضاء العراقي. ندعوه إلى التحقيق بكل نزاهة وبكل شفافية وبكل استقلالية، وعدم الانصياع لأي تأثير سياسي سواء من الأحزاب الحاكمة أو من الأحزاب الأخرى. عليه أن إذا كانت فعلا هذه الأشياء صحيحة عليه أن يقول كلمته الحق. المال السياسي تدري المال السياسي يستخدم بصورة إيجابية وليس بصورة سلبية. أنت تستطيع أن تستخدم لديك مال، تستطيع أن تستخدمه في خدمة المجتمع وليس في تدمير المجتمع، تعليم المجتمع على التزوير وعلى الغش وعلى الخداع. انت اذا تريد عملية تسقيط للخصوم بشكل غير للخصوم. دقيق سيد الدراجي، يعني انت شاهدت ايضا هذا الفيديو الذي اعلن من قبل مجلس القضاء الاعلام، برايك ما هي الطرق الصحيحه لعمليه القضاء على المال السياسي الفاسد؟ يعني انا الان معي قانون الانتخابات اللي اقر من قبل مجلس النواب العراقي، يعني الماده 27 تتحدث لا يجوز للموظف دوائر الدوله والسلطه المحليه استعمال نفوذهم، اليوم جاي يستعملون نفوذ لا يجوز لموظفي دوائر الدولة ثم ماذا؟ والسلطة المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لكذا كذا كذا، ومن ثم تذهب إلى عملية العقوبة. ماكو عقوبة، شكنا قوانين قاصرة عن هذه المسألة. يعني المادة 28 لا يجوز. شنو لا يجوز ثم ماذا بعد لا يجوز؟ يعني زين غرامة مالية. ها؟ غرامة مالية. شنو زين 25,000 تقريبا لو كارت ما شو اسمه ما سيصير. أستاذ ماجد حبيبي خلني أقول لك فت قضية. الأحزاب السياسية تعودت أن يعني وكل يعني حتى المتابعين تكرر نفسها على المشهد الانتخابي. اليوم عندنا أحزاب فاسدة عندها طريقتين أن تعيد نفسها للمشهد السياسي. القضية الأولى هو التزوير الانتخابات، واليوم ما أدلى به القضاء العراقي هو ليس بغريب عما تم تقديمه تقرير رسمي من قبل الحكومة العراقية برئاسة الدكتور العبادي وبشهادة رئيس الوزراء الحالي، تقرير كامل في المفوضية انتخابات عام 2018 ان هنالك تزوير فاضح في العملية الانتخابية. فمثلما نريد من القضاء ان يحاسب اليوم هؤلاء المزورين، نطالبه ايضا ان يحاسب المفوضية السابقة التي ضيعت حقوق المرشحين، مئات المرشحين ضيعت حقوقهم زين وقطتها للمزورين واصحاب المال السياسي. لذلك احنا ناكد ان هنالك تحديات في الانتخابات اللي احنا نطالب ان تكون انتخابات نزيهه وشفافه وتحمي صوت الناخب العراقي، لا كالانتخابات السابقه. لانه اذا اجريت كالانتخابات السابقه سوف نذهب الى الكي، وهذا ما لا نتمناه. التحدي الاول استاذ ماجد هو الاستغلال الوظيفي. من غير المعقول يعني اليوم انا محافظ ارشح وانت مواطن مستقل ترشح. اليوم المحافظ يستخدم كل طاقات الدولة، سيارات الدولة، نثرية الدولة، سيارات الدولة، حمايات الدولة، كلها يستخدمها، حتى الأموال المخصصة للمشاريع يخصصها إلى دائرته الخاص، فضلا على الوزير وفضلا على رئيس الهيئة وفضلا على بقية شو اسمه. بالقوانين السابقة كان عندنا بالقوانين الانتخابات السابقة المرشح الموظف من يريد يرشح لازم يستقيل قبل 6 أشهر. هاي الدورة الانتخابية اللي شهدت تزوير في عام 2018 شالوا هاي الفقرة، قالوا ما يحتاج يستقيل مو مشكلة، بس فرضوها على العسكري. هذا الاستغلال الوظيفي اليوم دا يلعب دور كبير ويفقد خط الشروع بين المرشحين. بس رئيس الوزراء في أحد الجلسات قبل تقريبا جلسة قبل هذه الجلسة أكد بأنه هناك تحقيق مع وزارتين وطلب من الوزراء بعدم استغلال المال الوظيفي. هذا شاهد على الكلام. نعم انه هناك استغلال للوظيفة. نعم. والا ما يطلب تحقيق رئيس الوزراء. ما هي الآلية للحد من استخدام قانون المال السياسي؟ القانون ما جاي يضع قوانين حقيقية لتجريم هؤلاء او لحرمانهم من الانتخابات في اقل تقدير. شنو معنى لا يجوز؟ شنو معنى لا يجوز؟ ما جاي افهمها انا. لا يجوز استخدام المال السياسي، لا يجوز الاستغلال الوظيفي، ثم ماذا بعد ذلك؟ استخدمنا، ايش راح تسوي لي؟ دكتور جابر. شوف يعني انت كل الحكومات بالعالم الاحزاب شلون تمول نفسها؟ في الانظمه الديمقراطيه المتطوره والعالمه، الاحزاب تمول نفسها عن طريق الدوله. الدوله تمول الاحزاب
بمبالغ حسب قوتها الانتخابية للسنة الماضية، وإذا أكو أحزاب جديدة تشترك يمولوهم، بس هناك شرط، مو أي من يجي يسوي حزب سياسي، هناك شرط على الحزب السياسي إذا ما يجي بالانتخابات نسبة معينة تحددها الجهة المسؤولة عن الانتخابات، الحزب السياسي يرجع كل الفلوس اللي أخذها. احنا شو وقت نوصل لهاي المرحلة؟ احنا الآن تمويل الأحزاب السياسية ما معروف، الدولة لا تساهم بدولار واحد رسميا بتمويل الأحزاب، وهذا أكبر غلط. يجي التمويل بعدين من يجي دورنا. وهاي الحقيقة غلطة مستمرة، والأحزاب يعني السياسية تقدم ما تستغلون المال السياسي في الدعاية الانتخابية ومحافظاتكم؟ أبد، احنا في تقدم، شوف في تقدم، الرئيس الحلبوسي اخترع فد شيء اسمه الجاه السياسي وليس المال السياسي. شلون هذا؟ الجاه السياسي بأنه أنا أروح يعني أعرف أستاذ ماجد، ماجد إمكانياته بأنه يقدر يسوي لي يبلط لهذا الشارع، أقول له ممكن إذا تساعدني، الدولة هسه ما عندها إمكانية تبلط الشارع، إذا ممكن تبلط لي إياه وأنا من الصير عند الدولة فلوس أنا يعني أوفيك. وهذا اللي سواه الحلبوسي من إجا أخذ محافظة الأنبار. السيد الحلبوسي من إجا محافظة الأنبار، إحنا نعرف بعد التحرير محافظة الأنبار كانت تدار من بغداد، صحيح لو لا؟ وأنت كنت شاهد على هذا الشيء. بعد التحرير من إجا السيد الحلبوسي كان شرط عليه أن يروح يدير المحافظة من الرمادي من الأنبار ويقعد ويا الناس، راح ما كانت عندهم لا بناية ولا شيء، دار المحافظة من مضايف الأنبار، يوميا يروح يقعد بمضيف من مضايف الشيوخ ويدير المحافظة من ناكيا، والناس من شافته هيك كليتها يعني احتمت به، دز على يعني أهل المعامل، معامل الاسفلت، يعني على المقاولين. هذه التجربة الآن تتحدث عنها تريد تنقلوها لمحافظات أخرى؟ أكيد أكيد لازم ننقلها، لازم أنت تخلي المواطن يشعر بأنه هو جزء من الدولة، عنده ثقة بالدولة. يعني من يجي المحافظ يقول له يا مقاول الفلاني أنا، أنت عندك معمل اسفلت وأنا محتاج تبليط شارع بالقرية الفلانية، بس ما عندي فلوس هسه أنطيك، بس من تجيني الموازنة راح أوفيك، والمقاول يروح ينفذ. هاي نوع من إعادة الثقة بين المواطن والحكومة اللي انفقدت عندنا بالسنوات الماضية. يعني المواطن ما عنده أي ثقة بالدولة، السيد الحلبوسي استطاع أن يعيد الثقة ما بين المواطن والحكومة، وهاي تحسب إلى الحقيقة. سيد البياتي، موضوع الأموال، يعني أنتم كمستقلين من أين تقومون بالترويج لموضوع الحملات الإعلامية وكذلك المؤتمرات في مناطقكم؟ أم أن الدوائر الانتخابية التي جعلت من محافظة صلاح الدين ثلاث دوائر تقريبا ساعدتكم في عملية تخفيض الكلف المالية بالنسبة للمستقلين؟ شيء أكيد، بداية أنا لما أرشح للانتخابات أكيد يكون عندي قاعدة جماهيرية، يعني ما أجي أنا بنية عادية وأجي أرشح مباشرة وما أحصل ولا صوت أو يجوز أحصل على أصوات من أهلي فقط. موضوع المال يكون تمويل ذاتي، شيء أكيد، يعني أنا لحد الآن يعني صارفة، ما أقول لك ما صارفة، بس صارفة على أشياء ضرورية. أنا مدى أسوي مؤتمرات هواية، مدى أسوي تجمعات هواية، لأن هذا كله مبالغ يحتاج من عندي، فقط معتمدة على أنه أروح لهم زيارات للبيت وهذا الشيء ما يكلفني أي مال. موضوع الترويج على السوشيال ميديا أعتقد شيء واضح، يعني اليوم أي مرشح ممكن يبحثون عنه، ممكن يشوفون شنو برنامج الانتخابي، شنو السي في مالته، وشنو يريد يقدم، وشنو مقدم سابقاً. فهذا الشيء ضاف لي نقطة إيجابية عند الجمهور. لا، هناك نقطة مهمة، هل يعني من خلال عمليات الترويج اللي تقومين فيها في محافظة صلاح الدين، هناك الكثير من الناخبين اللي هم غير مقتنعين في العملية السياسية أو غير مقتنعين بعملية التصويت، هل تستطيعون كمستقلين بإقناع هؤلاء بالذهاب إلى التصويت أمام جيوش مالية من قبل أحزاب سياسية تدفع المال للبعض، حتى نكون صريحين، مو كل الناس هي تذهب وتصوت من باب المال، هناك من يذهب بقناعة، هناك من يذهب من خلال تحشيش سياسي أو عقيدة سياسية، أنتم كيف تستطيعون إقناع الناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والذهاب؟ محافظة صلاح الدين أكثر محافظة فيها فساد بحسب ديوان الرقابة المالية، يعني فساد ولا يطاق،
يعني حتى المرشحين الحاليين في محافظة صلاح الدين يستخدمون المال أكثر من باقي المحافظات العراقية. بها فساد وبها أحزاب وبها تعدد القوميات والطوائف، يعني هذا الشيء يخلينا أنه إحنا أقدر أقول ضايعين، ما نعرف شنو نسوي، ما نعرف شنو نقدم. يعني أكو مرشحات أو مرشحين عندهم حمايات، عندهم نفوذ بالدولة، فأكيد أنا ما راح أقارن نفسي وياهم. بس بالنسبة للموضوع أنه شلون أقنع المواطن، المواطن هو حقه يعني وصل مرحلة من المعاناة اللي هو به حاليا، يقول لك أنا المرشح جايني هسه ديدق بابي يريد صوتي يشتري صوتي، فأنا أبيع هذا الصوت بمقابل مادة أيا كانت شكد ما كان، احسن ما اروح هاني بعد ما يطلع انا ما راح اشوفه. وسابقا صار عندنا هوايه مرشحين صعدوا بفلوسهم، ورا ما صعدوا نروح نطالبهم بحقنا. المشكله اللي تتحدثين عنه واقع في العراق منذ 2003. نعم. عمليه المال السياسي، لكن هل خاصه في صلاح الدين انت اليوم، هل هناك قناعه لدى الشارع انه لا يمكن انتخاب هؤلاء والذهاب الى مرشحين مستقلين او مرشحين نزيهين للتصويت لهم أمام المال السياسي؟ أكو قناعة بالنسبة قليلة، يعني هاي النسبة ممكن تخصص للناس المستقلين والناس اللي هم عندهم أفعال أرض الواقع، يعني مو مجهولين أو ما عندهم أي نشاط داخل المنطقة، فمعروفين بالمنطقة، ممكن يكون عندهم نسبة قليلة من الجمهور إن هم أصلاً مؤمنين لهذا المرشح ممكن يصوتوا له، البقية ممكن يؤمنون إنه ممكن هذا الوجه جديد، ممكن هذا مستقل، يعني هم تعبوا من الأحزاب فوصلوا مرحلة إنه ممكن أني أصوت للشخص المستقل أحسن من أني أروح أصوت للشخص منتمي لحزب معين. سيد الدراجي، يعني موضوع عملية شراء البطاقات بالأموال، كيف لمفوضية الانتخابات الحد من هذا الموضوع؟ يعني لحد الآن احنا ما عندنا فت قانون يمكن ان يعني يعاقب او يحرم المرشحين اللي يتصرفون هذا التصرف او اللي هم فسادهم واضح بالشارع، يعني مرشحين واضحين المعالم انه دا يتصرفون بطريقة غير طبيعية بشراء الأصوات، بالتحكم بإرادة المواطن العراقي، بالتوثيق والذهاب إلى مفوضية الانتخابات وأعطاها هاي الصور، والله اليوم المحافظ الفلاني في بغداد أو في غير محافظة يستخدم آليات الدولة ويستخدم أموال الدولة، تفضل يا مفوضية الانتخابات جاوبني. بلي. بعد أن أذهب إلى الاستوديو إلى الزميلة عروب لرصد أبرز الآراء، آراء المواطنين حول المال السياسي وكذلك الذهاب لإجراءات المفوضية، رصد إجراءات المفوضية حول الحد من المال السياسي وكذلك الاستماع لآراء المواطنين في الشارع العراقي. إليك عروب. مرحبا ماجد. بالفعل يعني المال السياسي بالانتخابات كيف تراقبه المفوضية وهل يمكن أن تنجح في ذلك؟ هذه التفاصيل سنناقشها بعد هذا الفاصل. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء، مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم، أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث.
إذن تتعامل الحكومة العراقية مع عدة شكاوى وردت حول خلط موارد مخصصة لخزينة الوزارات الحكومية مع مخصصات مالية يمررها وزراء من تحت الطاولة لدعم حملات انتخابية خاصة بهم أو بمرشحين يدعمونهم. ورداً على هذه الانتهاكات، تعهد كل من الكاظمي والمفوضية العليا للانتخابات بتشديد الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب، وشكلت المفوضية بالفعل لجاناً خاصة لمراقبة تمويل الأحزاب وطرق إنفاقها، وطلبت من الأحزاب سجلات بإنفاقاتها وإيراداتها. ولكن نواب عراقيون يستبعدون أن تنجح المفوضية في الحد من هذه الظاهرة. المال السياسي إذن لا يزال يؤرق الشارع العراقي والمرشحين، لا سيما المستقلين منهم، وهم الذين لا يملكون القدرة المالية لدعم حملاتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الكبيرة. ويشارك في الانتخابات 110 أحزاب ونحو 22 تحالفا، ويشترط أو يشترط قانون الأحزاب العراقي كشف مصادر تمويل الأحزاب. ورغم منع قانون الأحزاب كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو من دول أو من تنظيمات أجنبية، إلا أن بعض الأحزاب لا يعني تزال تحصل على التمويل من دول خارجية، وتجري مفوضية الانتخابات زيارات مفاجئة لمقار الأحزاب لمراقبة أوضاعها المالية، إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن كيفية حصول بعض الأحزاب على المال السياسي، خاصة وأنه لا يوجد سقف للمبالغ التي يمكن أن تصرفها الأحزاب على الحملات الدعائية. وبالتالي من المتوقع أن يلعب المال السياسي دورا كبيرا في الانتخابات المقبلة، وأن تصل قيمة الإنفاق على هذه الانتخابات إلى ملايين الدولارات. هل تعتقد بأن المال السياسي يلعب دورا كبيرا في الانتخابات وقد يكون سببا في حرمان عدد كبير من المستقلين في الوصول إلى البرلمان؟ هذا ما استطلعناه في الشارع العراقي، لنتابع. تشوفه يصرف بالانتخابات أكثر من 15 سنة، هاي الأموال اللي صرفها من راح يجيبها؟ فهذه تكون بها سرقات من الشعب. والمال هي ما محتاجة المال ما أخذته من المنافذ، من السرقات، من المحاصصة، من الوزارات، ما أخذته المال ما أخذته. المال السياسي بترويج للمرشح، وبعدين أكو أحزاب صغيرة يعني ما عندها ذيك الإمكانية، بس إحنا نتأمل بهذه الانتخابات خيراً. ليش؟ لأن يعني صارت دوائر متعددة وليست دائرة واحدة. وفلوس العراق هم جاي يلعبون بيها وهم جاي يصرفون بيها، وطبعا يحرمون الزين وما يردون اصلا الزين يوصل لهالمنصب هذا، وما يردون واحد مستقل، وما يردون واحد وطني. من الاخير اقول لك اياها، في استطلاع للرأي نشر على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سألناكم ما إذا كانت ستتمكن مفوضية الانتخابات من مراقبة مصادر تمويل الأحزاب والمرشحين، وكانت النتيجة كالتالي: نحو 16% صوتوا نعم أنهم يثقون بقدرة المفوضية في مراقبة الانتخابات، فيما صوت 83% بأنهم لا يرون بأن المفوضية قادرة على مراقبة الانتخابات. نستكمل هذا الحوار مع الزميل ماجد في بغداد. عودة إليك ماجد. نعم، شكرا عروب. سيد الدراجي، كنت تتحدث قبل أن أنتقل إلى الزميلة عروب عن موضوع آلية التمويل ومصادر التمويل المالي، لكن أيضا كما شاهدت بعملية التصويت للمشاهدين، هل تثق بأن المفوضية قادرة على الحد من المال السياسي؟ عملية التصويت على ما يبدو أنه بائنة، لا تستطيع المفوضية الحد من ذلك. لا، المفوضية تستطيع إذا كان هناك قانون. لا، حتى تقدر تتخذ قرار من مجلس المفوضية، هذا القرار يمكن أن يحرم بعض المرشحين حتى وإن كانوا مسجلين ودافعين أموال، تقدر تحرمهم من الانتخابات والمشاركة، تمنع الناس من التصويت لهم. وانت تسأل تقول شنو الشاهد على انه ذلك يستخدمون المال السياسي؟ انت ثق استاذ ماجد، ترى ينشرون على صفحاتهم بالفيسبوك، ما يحتاج لهم شاهد، يبلطون ويشوف آليات الدولة قدامك ومهندسين الدولة وموظفين الدولة، زين، كلها موجودة بالشارع، وهو يصور ومعلق صورته على سيارة الدولة ويكتب على صفحة الفيسبوك على حساب الخاص. أنا بس أسأل، هو لو كان عنده فعلا هو يعمل ويرشح ويفكر بالمواطن العراقي أمثال هؤلاء المرشحين الحرامية أنا أسميهم دائما، هذا بعد الانتخابات يبلط للشارع؟ لو بعد خلص يغلق موبايله ويسد مكتبه ويغير وجهه وما يراوي وجهه مثل الطيور المهاجرة، لكن كل 4 سنين مرة. لكن ربما أريد أجي إلى مصادر التمويل. هذا أنت تعرف اليوم تمويل الأحزاب أثر على العراق كدولة، لها هيبة ولها تاريخ،
أثر عليها وصادر قرارها الوطني وصادر حتى هويتها الوطنية وصادر مواقف بعض الأحزاب السياسية. اليوم أكو أحزاب سياسية عندنا مرتهنة إرادتها بسبب تمويل الأحزاب، وهذا التمويل نابع عن طريقين أستاذ ماجد. الطريق الأول هو عن طريق ميزانية الدولة العراقية. تعرف أنت محمد توفيق علاوي عندما تم ترشيحه إلى منصب رئيس مجلس الوزراء قبل لا يتولى السيد الكاظمي، وطلع بالتلفزيون وقال صراحة، قال آني الأحزاب قالوا لي إحنا ما راح نصوت لك إذا ما تعطينا وزارات. قالهم ليش؟ قالوا لي لأن إحنا هاي الوزارات تمولنا كأحزاب ورانا انتخابات. يعني الأحزاب الموجودة الآن تنظر للوزارة كإقطاعية تابعة إلها تمولها لانتخابات قادمة حتى تكرر وجوها. لذلك سووا هم هذه الأحزاب، أول ما أسسوا لهم أسسوا الهيئات الاقتصادية اللي إحنا نسميها هيئات النهب والسلب لأموال الشعب العراقي. ثاني شيء استخدموا موضوع بيع المناصب في دوائر الدولة. زين، ثلاثة الفضائيين. تدري أستاذ ماجد إحنا عندنا فضائيين يقدر عددهم بأكثر من 650,000، لحد الآن ما حد يعرف رواتبهم وين يروحون. أنا أضرب لك مثل، في يوم من الأيام اتصل بي أحد الأخوة قال لي أنا اسمي مرفوع أصير مدير شرطة لأحد المحافظات. نعم. وأتمنى اسمي الرفع إلى فلان وزارة، فأنت أريد إذا ممكن يعني تتكلمونا بهذا الموضوع وتحاول تدعمونا وهي سيرتنا الذاتية. بالليل خابر لي قال بطلت بعد ما أريد. ليش؟ قال لي أن طلبوا من عندي أردون من عندي 1000 فضائي بالشهر أسلمهم رواتب 1000 فضائي بالشهر. فأنت هاي الفضائيين أيضا من مصادر التمويل، ولذلك لحد الآن لم تجرى أي حكومة على معالجة موضوع الفضائيين. لدي سؤال مهم في الدائرة السابعة في العاصمة العراقية بغداد، حيث جنابك مرشح، هل هناك قناعة لدى الناخبين بالتوجه والانتخاب خاصة بعد أحداث تشرين؟ واضح. أم لا الأحزاب السياسية ما زالت تسيطر؟ لا اليوم أكو جيل جديد، جيل شبابي جديد لديه رغبة في التغيير. أستاذ ماجد، أكو طبقة بالمجتمع للأسف الشديد هذه تنظر للانتخابات على أنها موسم للانتعاش الاقتصادي. هذه طبقة بس هي نسبة معينة يعني، بس مو كلش مؤثرة، بس هي تحزن القلب أنه هنالك من يصوت من أجل الدينار والدرهم، أو من أجل معون التمن وفقد الدجاج، أو من أجل التبليط والسبيس. هذول يقهروننا الآن، لأن هذول يهددون مستقبل أطفالنا، ويحول صوته إلى 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 من يريد أن يعني تعرف شنو أستاذ ماجد؟ يعني يمطي صوته مقابل الدينار حتى هذا الحرامي ياخذ المليار إليه. معادلة سيئة جدا، دمرتنا ودمرت مستقبل أطفالنا. بس أكو ناس اللي تفضلت بيهم أنت الآن متجهين إلى أحداث الإصلاح والتغيير، وهؤلاء شيء كبير جدا، وعارفين أنه هذه الأحزاب اللي دمرت العراق على مدار 18 سنة من ينتخبهم الأحزاب الفاسدة ومن ينتخب مرشحهم هو خائن للعراق وخائن لمستقبل أطفال العراق. نعم. دكتور جابر، الفلسفة السياسية لديكم في موضوع التحالفات السياسية والانتقال لها أمام المال اللي الآن دا يستخدم في المحافظات المحررة، هناك كتل سياسية من خارج هذه المحافظات بدأت تدفع أموال في المحافظات المحررة لعملية الانتخاب، هناك تهديد للحشود العشائرية كما ظهر في مؤتمر صحفي لعدد من الشيوخ يهددون أيضا أبناء العشائر في رزقهم، وهذا أيضا يأتي في إطار المال السياسي أنه لو صوت لو أقطع راتبك. نعم. شوف انت، انا اعتقد المواطن وبالاخص في المناطق المحرره الان اصبح اكثر وعي، لان عانى ما عانى من وعود الاحزاب السياسيه ومن وعود الناس والمتحكمين في احنا مثل ما تعرف بعد 2003 المحافظات المحرره، خلينا نقول او المحافظات الغربيه مثل ما تسمى الان، مرت بتجربه مريره جدا، وهي عدم وجود إدارة ناجحة في هذه المحافظات، وكانت رهن وصراع دائم ما بين الكتل السياسية وما بين المحافظ ومجلس المحافظة، والضحية هو المواطن. ودائما نحن في محافظاتنا كان أولا عدم استقرار، لا يوجد بناء، لا توجد أي خدمة للمواطن، ضياع الثقة ما بين المواطن والدولة، ولهذا السبب كانت أرض رخوة لاختراق التنظيمات الإرهابية
وعملت ما عملت والكل يعرف ماذا حدث. بعد تجربة داعش والمرار والقسوة وبزيبز والتهجير والكثير والكثير والكثير، يعني يمكن يعني يراد لنا ساعات وساعات لشرح كل هذه المآسي، المواطن أصبح أكثر وعي وأكثر التصاق بالدولة، خلينا نقول، وأكثر التصاق بالشخص الذي يقدم له الخدمة. في الأنبار كانت هناك تجربة بعد 2017 بعد ما صار التحرير، والدمار كنا شفناه. أنا بنفسي رحت أول ما صار التحرير رحت لهناك، قلت يمكن هذا بس حتى نشيل الأنقاض يمكن راد لنا 4 سنين. لكن من إجت إدارة ناجحة قيادة السيد الحلبوسي، مو لأن أنا يعني مع الحلبوسي أو شيء، لا، إجت إدارة ناجحة أعادت الثقة وأشركت المواطن في عملية البناء، يعني حملته مسؤولية، يعني خلت المواطن يشعر بأن المسؤولية مو بس على الدولة، لا، أنت أيضا شريك، لازم تكون شريك في تحمل المسؤولية حتى تعمر منطقتك وحتى تعمر بيتك وحتى تسوي أمن واستقرار، لأن الأمن والاستقرار بالنهاية راح يجيب لك اقتصاد ناجح. ونشوف احنا بالأنبار الناس تكاتفت وعمرت المحافظة ورفعت الأنقاض وبلطت الشوارع وفتحت المدارس وفتحت الجامعات وصار استقرار، وقامت الشركات الاستثمارية تجي تعمر وتبني، وأصبحت الأنبار مثال يقتدى به محليا ودوليا، وما حد كان يتوقع الأنبار راح تصير هيجي. ليش؟ لأن بالأنبار صار فريق سياسي متكاتف. طيب بس خلينا نكمل، لا تقاطعني، صار فريق ما تاخذ الوقت، لا مو الوقت، بس انت سالت السؤال، لازم تخليني لازم تخليني يعني اوصل الفكره. تفضل. بعد ما وصلتها فصار فريق سياسي متكامل. هذا الفريق السياسي بدا بتحالف الانبار هويتنا، مثل ما تعرف بانتخابات 2018 بقياده السيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي ما وقف عند التحالفات، احنا للاسف الشديد نسوي تحالفات انتخابيه وبعدين توقف وماكو اي برنامج سياسي يكمل. السيد الحلبوسي ما وقف عند تحالف الانبار هويتنا، طور مشروعه الى حزب سياسي اللي هو حزب تقدم. يعني شنو؟ يعني تجربته نجحت وقدر ان يطور نفسه. هذا التطور الان نتمناه ويتمنوه كل المحافظات المحرره ان يطبق. ولهذا السبب احنا شفنا زيارة السيد الحلبوسي الى محافظة نينوى وشون الناس استقبلوه هناك بالموصل ويطالبون بنقل تجربة الانبار الناجحة الى الموصل. لا، سؤاله باختصار. نعم. او مو تقول للوقت. كيف تستطيعون منع المال السياسي الاتي من الخارج، ان كان اتي من خارج العراق او من خارج المحافظات السنيه، خلينا نسولفها بين قوسين، يعني مسؤوليه الدوله ومسؤوليه المواطن، على الدوله ان تسال. لا، رسالتكم للمواطن، رسالتنا للمواطن احترم صوتك حتى تكون محترم في المناطق الانتخابيه، ولا تخلي الناس اللي كانوا في سبب في دمار مناطقك ان يجون بوجه ثاني لك ويوعدوك وعود كاذبه. امشي ورا الناس اللي عمروا محافظتك واللي جابوا لك الاستقرار واللي خلوك تمشي بطولك واللي خلوك معزز مكرم، مو مع الناس اللي كانوا يدورون عليك وين ما تروح. نعم. وانت متهم بدون وانت بريء. نعم. يعني السيد الدراجي اليوم السيد مقتدى الصدر رجع للانتخابات، وشفنا المؤتمر الصحفي اللي كان في الحنانة في النجف، وايضا المرشحين كانوا خلف السيد مقتدى الصدر. من ضمن الوثيقة التي وقعت من قبل الزعامات السياسية في العراق أيضا هو موضوع يخص الانتخابات، وأيضا يعني موضوع أنه عدم التدخل في إرادة الناخب وخياره. يعني عودة السيد الصدر، عودة التنافس الانتخابي الشيعي بقوة في مناطقكم، كيف سيؤثر على نتائج الانتخابات؟ وهل ممكن أن التصادم بين الأحزاب الكبيرة سينفع الأحزاب الصغيرة في هذه المناطق؟ يعني ما اعتقد اكو تصادم بالانتخابات القادمة. لا، تصادم برامج، تصادم مالي، تصادم سياسي. اولا احنا ما عندنا برامج بالانتخابات. لا، 11 مرشحين. مرشحين يعني حتى يستولون على المناصب وحتى ياخذون الوزارات. انت ليش مرشح؟ حتى احنا مرشحين حتى نطهر الساحه السياسيه العراقيه من هؤلاء، لذلك سوينا حركه اسمها كفا، نريد نقلل هذول بعد كافي.
كافي من هيئاتكم الاقتصادية، كافي من نهب المال العام، كافي من تدمير المؤسسات، كافي من تحطيم التعليم. خليتوا العراق مول كبير بس يستورد كل شيء ما عنده، لا صناعة لا زراعة، حتى دجلة والفرات الحلوة صارت مو حلوة، قمنا نستورد ماي من الدول المطلة على البحر المالح. نعم، الآن ربما المشاهد يسأل، السيد الدراجي أيضا هو أمين عام لحزب كفا ولديه مرشحين، جنابك منين تصرف على الحزب؟ احنا ما نصرف والله، اسألهم تقدر الحزب وتقدر تسوي استطلاع علينا، احنا لا عندنا مال سياسي ولا عندنا حزب ولا عندنا، بس اسمنا حزب مشاركين بالانتخابات زين، يعني وداخلين احنا داخلين بسمعتنا، داخلين بطروحتنا، داخلين بدفاعنا عن الفقير، داخلين بدفاعنا عن المال المنهوب زين اللي سرقتها هاي الاحزاب، لذلك احنا صوتنا عالي، وهم حرمونا من الانتخابات 2018 لان صوتنا عالي، لان احنا ندافع عن حقيقه اسمها العراق اللي نهبتها هذه الاحزاب ودمرت مؤسساتها. وما زلنا ندافع وسنبقى ندافع، والانتخابات لا تعني لنا شيئا، الذي يعني لنا هو ان نزيح هذه الطبقه السياسيه الفاسده عن صدر العراق الحبيب. سؤال باختصار، هل تعتقد بأن قانون الانتخابات الذي ذهب إلى الدوائر المتعددة زاد من المال السياسي الانفاق المال السياسي للأحزاب بشكل فاسد وليس بشكل صحيح من خلال دائرة الانتخابات، أم حد منه لأنه المناطق تعرف ناسها وتعرف مرشحيها؟ لا، المال السياسي مستمر، هو موجود سواء على الدائرة الصغيرة أو الكبيرة، وعلى مستوى المرشحين أو على مستوى الكتل السياسية. المال السياسي الآن يستخدم بالدائرة الصغيرة أسهل مما يستخدم على مستوى المحافظة، لكنه الناس لأن وعت والناس لأنه تذمرت من هذه الطبقة السياسية، الناس بدت يعني ما تطيقهم، لذلك الآن أنت نادرا ما تجد، الآن أنت لحد الآن الدعاية الانتخابية ما قدرت تنزل للشارع لأنه يخشون الناس ويخشون ردود الفعل من الناس زين، لذلك الانتخابات هاي القادمة انتخابات تغيير لا محال، والتغيير حاصل ان شاء الله. نعم السيد البياتي، هل يعني في محافظه صلاح الدين هذه المحافظات لم تشهد مظاهرات وليس هناك نشاط لتشرين، المعروف عن جنابك ايضا من الناشطين في تشرين والداعمين لتشرين ومن ضمن الحراك المدني اللي موجود، هل هناك وعي شبابي لعمليه الاختيار الصحيح في محافظه صلاح الدين ونسبه المشاركه النسويه الداعمه لجنابكم؟ نعم صحيح، احنا محافظتنا ما شهدت مظاهرات، لكن اضافه لكلام الدكتور انه احنا نازحين من ضمن المناطق المحرره، محافظتنا اغلبيه نازحين، اغلب الاقضيه والنواحي لا زالوا ما راجعين لمناطقهم. اريد اسال سؤال، اللي صار في محافظه انبار شنو ذنب المواطن في محافظه صلاح الدين اذا هو ما اجاله شخص زين حتى يطالب بحقه، او شنو ذنبه وهو بعد ما واصل منطقته حتى يعني هو ما مأمن على نفسه حتى يرجع يبني نفسه يبني بيته؟ دكتور لا انا ما اتهمهم، احنا نقول احنا اجتنا فرصه في نعم. الانبار احنا يعني خلي من قد ما عانينا يجوز يمكن احنا اكثر منطقه ومحافظه عانت من الارهاب في العراق لا. واكثر محافظه تهجرت يعني لا اليوم انتم لديكم ايضا حزب تقدم في صلاح الدين لا دقيق المحافظه اللي مرشحه بها السيده هل ستطبقون نفس البرنامج هذا سؤالها لا بس احنا كنا محظوظين بانه اجانا فريق سياسي منسجم يعني الان هي كمستقله توعدها انه هذا الفريق السياسي في صلاح الدين احنا الان قاعد نشتغل في حزب تقدم وعدنا مرشحين في كافة محافظات العراق في كافة المحافظات المحررة ومصممين ومصرين بأنه سننقل تجربة الأنبار إلى كافة هذه المناطق المحررة. لا هناك نقطة مهمة وهي الحكومات المحلية، وأعتقد جنابكم كنتوا ضد موضوع مجالس المحافظات، الحكومات المحلية في المحافظة هي التي تعين المحافظ وهي السلطة التنفيذية في عملية صرف الأموال. البرلمان العراقي يعطي موازنة مثلا لصلاح الدين 90 مليار دينار عراقي، صح ولا مو صحيح؟ من ينفذ؟ مجلس المحافظة. المحافظة ومجلس المحافظة. المحافظة يوزعها. يجب أن يكون التغيير منكم أنتم. نعم، شلون إذا أنا عندي على رأس القائمة والحزب هو السيد المحافظ؟ زين أموالنا وين راحت؟ أموال صندوق إعادة الإعمار وين راحت؟ ست سجى، شوفي.
انت من اذا تروحين للموازنه سؤال مهم يوجه للقضاء العراقي دقيقه ماجد خلينا نحكي يعني اعطينا مجال يعني ما انت جايبنا حتى نحكي احنا في محافظة الأنبار إذا شوفين الموازنة مال محافظة الأنبار في السنين الماضية هي أقل موازنة موجودة بالنسبة للمحافظات الباقية. مع العلم الدمار اللي بها قدرته الأمم المتحدة قدرت الدمار يحتاج إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية في محافظة الأنبار. طيب هو هذا لكن 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 ماذا حصل في الأنبار؟ نعم تكاتف الإدارة بين المحلية الأهالي والسياسيين أو نقول الإدارة المحلية يعني قيادة المحافظة وأهالي المحافظة تكاتفوا. نعم. أنا أقول لك هناك مال في الأنبار مال يعني خاص عند المقاولين طيب وعند رجال الأعمال عندنا مال خاص لكن المواطن هو نفسه ما مأمن على نفسه بعد ما راجع البيت بعد ما راجع المنطقة. هل لديك خطة الآن لإنجاح العمل في محافظات الحين أوفي لي دكتور جابر؟ نعم. الآن في صلاح الدين كمرشحين جدد كمستقلين أنت أيضا يعني ما أخذت الوقت الكافي للرد. نعم. هل لديكم خطة لإنجاح والحفاظ على أموال صلاح الدين؟ إحنا فقط تقدم إذا قادم شلون دكتور تقدم قادم وسيضع الخطط لإنجاح طيب المحافظة. تقدم قادم مو كلنا منتمين إلى تقدم احنا مستقلين فلنفرض لازم يكون بيناتنا تكاتف وتعاون أكيد. بين المرشحين ومسؤولين احنا فاتحين أبوابنا ومشرعة لأي واحد يجي نعم. احنا ان شاء طيب الله شلون إذا أنا على رأس القائمة الكبير مالتي هو اللي يبوقني وهو ما يسمع كلامي فشلون راح اني اقدم برنامج الانتخابي او اني راح اتعاون مع بقيه المرشحين او المسؤولين المحليين حتى اخدم المواطن لحد هسه صار له 8 سنوات بيته مهدوم بالكامل بعده نازح قاعد بالمحافظات هذا السؤال اللي جنابك تطرحيه هذا تطرحيه على ناخب صلاح الدين يا ناخب صلاح الدين هذه القياده اللي موجوده من 2003 في محافظه صلاح الدين ماذا قدمت صلاح الدين هاي كامرتك ووجه نعم. رساله من خلال البرنامج للناخب في صلاح الدين هو الناخب يعرف لكن اكو قوه مسلحه اي شخص ممكن يحكي باكر عقبه ينقتل او ما يبقى بالمحافظه نهائيا وهذا صار معانا من 8 سنوات لهسه هواي ناس اغتالوهم داخل المنطقه وخارج المنطقه اكو ناس موجودين داخل المخيمات حاولت اتواصل وياهم قالوا احنا ست نقدر ننطي صوتنا بس صوتنا ضايع لو باختصار هل انت مع حذف اصوات ناخبي الخارج والنازحين ضد لان ما راح نقدر نسيطر وبالتالي راح يصير تزوير اكثر محافظه شهد تزوير في تصويت الخارج والنازحين هي صلاح الدين نعم هو ما راح نسيطر فلذلك خل يلغيهم الخارج ولغتهم رغم ان احنا عندنا نسبه كلش عاليه من النازحين في مناطقنا لان هم اغلبيه تركمان من قضاء طوس كلهم خارج العراق ب 30 ثانيه شو تقولي للناخبين في محافظه صلاح الدين الناخب خلي يختار الصح وكافي يعني خلي نرجع لمناطقنا بوجود الناس الزينين النزيهين سيد الدراجي أقول مستقبلكم بأيديكم فلا تجعلوا أصواتكم تكون سببا لتعاسة أطفالكم دكتور جابر أنا أقول هناك تجربة ناجحة تم قيادتها بقيادة حزب تم تأسيسه بجهود الشباب و أهالي المناطق المحررة يجب عليكم أن تثقوا بالناجحين وليس بالفاشلين هناك تجربة نجاح تجربة إعمار قادها حزب تقدم برئاسة السيد الحلبوسي وأثبتت نجاحها في محافظة الأنبار السيدة فعلينا أن نتبع الناجحين وليس الفاشلين والله انتخذت اكثر وقت والذين كانوا سببا في دمار شكرا جزيلا لك السيد الدراجي والسيد جابر جايبين لك الرأسات ما التقدم حتى توزع ايضا الشكر موصول لمشاهدي الكرام والى حلقه اخرى من برنامج الانتخابات العراقيه 2021